لكن خلونا نبدأ بصفحات الصحف المصرية القومية غدا صباحا، ويتصدرها حوار السيد الرئيس مع الصحف القومية. السيد الرئيس ادى حوار لثلاث صحف قومية، الأهرام والأخبار والجمهورية، وعناوين الصحف ده عناوين الأهرام: مشروعاتنا، عنوان الكبرياء والكرامة الوطنية، أقول للجشعين توقفوا لن أترك الشعب أسيرا لكم، المشروعات تنفذها القوات المسلحة من موازنتها دون أعباء على الموازنة العامة. ده طبعا لكل الناس اللي بتتكلم أو لكل المنتقدين لتدخل الجيش في الاقتصاد الوطني. التكلفة 1040 مليار جنيه، والعائد من بيع أراضي المدن الجديدة يبلغ 1400 مليار، يفوق ما أنفقناه، ووضع حجر الأساس للعاصمة الإدارية خلال أسابيع. خلال 6 أشهر أول مصنع مصري لإنتاج لبن الأطفال، ومصنع للأدوية قريبا يتم إنشاؤه منذ 3 سنوات لتوفير علاج الأمراض المزمنة. 3 مطارات جديدة بسيناء وغرب القاهرة والقطامية، أكبر 3 مزارع سمكية في المناطق في المنطقة نهاية 2018، وبيتكلم على مصنع آخر لإنتاج 4 ملايين طن أسمنت يصل إلى 20 مليون نهاية 2017. دي بعض العناوين عن حوار من حوار السيد الرئيس للأهرام، وهيكون في عناوين أخرى للجمهورية وللأخبار. تفاصيل ده هنحاول إن احنا نوصل لحد من زملائنا من رؤساء التحرير عشان نعرف تفاصيل هذه العناوين، لكن من الواضح إنه تركيز السيد الرئيس واحد على الموضوع الاقتصادي والشق الاقتصادي والشق الإنتاجي، ويعني التدليل بالأرقام أن هناك إنجاز بالفعل على الأرض. الجزء الثاني هو فكرة الرقابة، أن أنا بقول الجشعين توقفوا لن أترك الشعب أسيرا لكم، ده معناه أن هناك يعني في يعني جهات رقابية تعمل في ضوابط جديدة ربما يكشف عنها بعد قليل. وأما عن مشروعاتنا عنوان الكبرياء والكرامة الوطنية، فده عنوان منشط الأهرام.